السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنقوم بتسمية الفلفل بعد مرور شهر بالضبط من الزراعة، وان شاء الله حنتابع معاكم خطوات التسميد، وان شاء الله حيتم ري النبات. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا هذا الفلفل الاخضر بعد مرور شهر من الزراعة وفي بداية التزهير. طبعا مثل ما تلاحظوا في المرحلة هذه احنا اهتمينا فقط بالري، وطبعا بعد ما قمنا بتعطيش النبات، وان شاء الله اليوم حيتم تسمية الفلفل اول دفعة من السماد النيتروجيني او السماد اليوريا اول دفعة، وطبعا حتى نسرع من نمو النبات، وحتى طبعا يعطي مجموع ورقي كثير، وطبعا حتى تصبح ساق النبات سميكة وما تكونش رفيعة حتى تحمل الانتاج. طبعا سماد اليوريا بنشط المجموع الورقي وكذلك بسرع ظهور الازهار. فان شاء الله احنا اليوم حيتم تسميد الفلفل اول دفعة. فطبعا في المرحلة هذه احنا اهتمينا فقط بالري وكذلك رفع الخطوط بالشكل هذا، وان شاء الله حنتوقف عن رفع الخطوط وان شاء الله حنبدأ نسمد في النبات. وطبعا بالنسبة للسماد اللي ان شاء الله حنسمد به، وان شاء الله حيتم التسميد مرة كل اسبوعين بالنسبة لنبات الفلفل. طبعا في طريقتين للتسميد، اول طريقة ممكن يتم نثر السماد وبعدها يتم الري، وثاني طريقة ممكن نضيف السماد مع الماء ويتم ري الفلفل مباشرة، وهذا اللي ان شاء الله احنا حنعمله في الفيديو هذا حتى طبعا نضمن وصول السماد لنبات الفلفل. وطبعا ان شاء الله حنضيف السماد العضوي. طبعا احنا عملنا محلول مغذي بالنسبة لنبات الفلفل، وطبعا لو حابين نعمل حلقة بالنسبة لطريقة التحضير أم لا أتمنى تكتبوه في أسفل التعليقات. فإن شاء الله حنضيف معاه السماد العضوي اللي طبعا بتحضيره لمدة شهر كامل، وطبعا يتم إضافة السماد مع الزوتي مع السماد العضوي، وبعدها إن شاء الله يتم ري به الفلفل. بعد ما قمنا بإضافة السماد الأزوتي لاحظنا منكم، إن شاء الله حنضيف السماد العضوي لاحظنا منكم المتحلل بالشكل هذا. طبعا بالنسبة للسماد لازم يتم وضع ملعقتين من السماد اليوريا وطبعا كوب من هذا المحلول. طبعا بعد ما قوم بوضع الأسمدة يتم تحريك السماد طبعا يذوب في الماء، وان شاء الله حيتم ري به اول خط، وطبعا كل خط ان شاء الله حيتم عمل نفس الطريقة لغاية ما طبعا نروي كامل الفلفل. طبعا مثل ما تلاحظوا هذا شكل السماد الازوتي وكذلك السماد العضوي، وان شاء الله حيتم ري به الفلفل. وطبعا مثل ما تلاحظوا بعد ما قمنا بري الفلفل حنضمن وصول السماد بالنسبة للفلفل، انه طبعا مثل ما تلاحظوا انه لانه طبعا من فوائد فترة التعطيش انها حتكون مجموعة جذري قوي، وبالتالي الماء حيصل لجذور النبات، وبالتالي طبعا النبات حيمتص الاسمدة وحنضمن وصوله للنبات، وطبعا حتى يستفيد منه النبات. وان شاء الله حنكمل بقية الخطوط بنفس الخطوات اللي تكلمنا عليها اول الفيديو. طبعا بالنسبة للسماد هذا ان شاء الله حيتم ري به الفلفل مرة في الاسبوعين. طبعا في نهاية الحلقة اتمنى تكون عجبتكم وعرفتوا كيف يتم تسمية الفلفل بعد شهر من الزراعة، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.